السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير صحة وعافية يا رب. أخواني شايفين هذه العلب، هذه علب سريلاك الله يسلمكم. أنا كنت أعطي الطيور هذه في بداية الهواية، بعدين حولت على النوع هذا، عرفت يا أخوان؟ المهم أنا أخذت طير، يعني فرخ، أخذنا فرخ غر سريلانك، حلوين؟ أخذنا الفرخ غر بالسريلانك، الله يسلمكم. طيب أعطوني معاه السريلانك هذا، افترضنا مثال. أخذنا السريلاك هذا مع الطير وغرينا فيه، غريناه وغلق. طيب أنا أبغى أجيب نفس النوع حق السريلاك، ما لقيت، إيش أسوي؟ حروح أغير نوع تاني من السوق ولا كيف؟ مثلا نفس الصنف اللي استخدمه أنا من السريلاك ما هو موجود. قمت أخذت هذا النوع، سواء يعني كانت يعني مو نفس الشركة، يعني نفس، يعني أنا بعطيكم مثال، يعني إن شاء الله تكون نوعية قوية ومشهورة في السوق. فلما كنت أستخدم السريلاك هذا ورجعت فجأة كده من دون سابق إنذار، شلت هذا حطيت هذا للطيور، هذا عرفت يا اخوان؟ فايش حيصير معايا؟ اللي حيصير معايا ومن خلال التجربة اللي حصلت معايا ومع بعض المربين اللي اعرفهم شخصيا، عرفت يا اخوان؟ اللي حيصير انه الطير حيتعب، ممكن يجيله امساك لا قدر الله، ممكن يجيله إسهال، عرفت يا أخوان؟ فهذا اللي حصل مع واحد من الشباب، أخذ من عندي سريلاك وطير وسريلاك، يعني أعطيته مع الملحقات كلها، فأنا كنت أعطيله من هذا النوع اللي هو باين اسمه عندكم. فصاحبنا غلق عنده السريلاك هذا، فراح جاب له سريلاك ثاني فجأة كده وغر الصباح منه. فرجع العصر من الدوام ولا من الظهر ما بعرف، المهم لقى الطير طافي. سألنا ايش سويت؟ قال ولا شيء، ما سويت الا كل شيء، غيب اللهم غلق السريلاك، جاب سريلاك من محلات الزينة. طب سألته أنا نفس السريلاك ولا غيرته؟ قال لا والله ما حصل نفس الصنف، وأعطاني نوع ثاني، قال لي هذا زيه. أها هذا اللي زيه، هذا اللي ما يمشي الحال فيه. فصاحبنا غير السريلاك الله يسلمه، وما أدري إيش جاب للطير، إسهال ولا إمساك، حتى يقول حتى ما صور لي هو، وراني هو. فالقصد من كلامي يا اخوان، اذا اخذت طير فرخ صغير ومسكته او عودته على نوع واحد من السريلاك، فلا تغير له هو فجأة كده من دون سابق انذار، لا تغير له الله يسلمك. لانه يا اخواني اذا غيرت السريلاك فجأة كده فممكن تصير المشاكل هذه، يعني سبحان الله يمرض عليك الطير، ممكن ينطفي عليك وفجأة، وتقوم أحيانا يعني ما أنت عارف لأنك ما اتبعت التعليمات الصحيحة يا أخوي. فأرجو من كل مربي إن شاء الله، يعني أرجو من كل مربي يعني يحط المعلومة دي في راسه،
انك اذا غيرت السريلاك للطير ممكن بتضره يا صاحبي، او انك اذا حاب تغير السريلاك ما لقيت انا بعطيك طريقة، يعني ايش هي الطريقة؟ بسيطة وسهلة ان شاء الله. يعني مثلا شفت السريلاك ده عندك مغلق عليك في البيت، قبل ما ينتهي السريلاك هذا يعني ايش تعمل؟ اللي هتعمله يا اخويا، اللهم صل على محمد، قبل ما ينتهي تشتري سريلاك. اذا حصلت نفس النوعية كويس خير وبركة، ما حصلت اعطوك نوعية ثانية. فانا الطريقة هاي دائما انا استخدمها، انا اخلط معاه، اجيب السريلاك الثاني اللي هو مثلا يعني هذا السريلاك اللي كنت استخدمه سابقا وما حصلت في السوق الا هذا، ما حصلت في السوق الا هذا، فانا ايش اسوي؟ هشتري هذا السريلاك، وايش اسوي؟ اخلط السريلاك هذا يعني نفس يعني تقريبا مثلا احط ملعقة من هذا وملعقة من هذا واخلطهم سوا، بحيث انه ايش يعني يكون في باقي من الطعم والنكهة والفيتامينات اللي في السريلاك القديم، يعني يكون حاس فيها الطير. و يعني كيف افهمكم؟ اللهم صل على محمد، يعني ابدا اغير له بالتدريج، فهمت قصدي يا اخوان؟ يعني شوية من هذا وشوية من هذا، وان شاء الله يعني يومين 3 ايام لين ما يغلق اللي معايا هذا يصير خلاص اكله من هذا السريلاك، وان شاء الله حيستقر الطير على السريلاك النوع الجديد. عرفتوا يا اخوان؟ وان شاء الله اتمنى من الله ان اكون وصلت لكم المعلومة بالشكل الصحيح، وان استفدت انت يا اخويا. طير المعلومة لغيرك علشان هو كمان يستفيد. جزاكم الله الف خير.